من القاهرة ونسنطة إخبارية جديدة، أهلا بكم وإليكم أبرز العناوين. تحية الرئيس للشعب المصري، إشادة دولية بالنهج التنموي في مصر، رئيس مكتب المخدرات وتفاصيل جديدة عن قاضي الحشد، وإليكم تفاصيل النشرة. وجه رئيس عبد الفتاح السيسي تحية وتقدير للشعب المصري على تحمله الإجراءات الاقتصادية الصعبة، وذلك خلال كلمته بذكرى المولد النبوي الشريف، قائلا: أنتم ضربتم المثل والدنيا كلها احترت للناس دي ما تحركتش، وأنا قلت لأنه شعب عظيم، أنتم وقفتم بجانب مصر وحفظتم عليها. وأكد رئيس أن الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها تبذل الكثير من الجهد لتوفير حياة أفضل لكل المصريين، مضيفا: نسير معا على الطريق الصحيح، ولن ينال من عزيمتنا المشككين، ولن نسلم عقولنا لمن يتمنون عودتنا للوراء ونستكمل ما بدأناه لتكون مصر قوية. الحكومة توضح حقيقة تصريحاتها حول المعاش، فقد قال مركز معلومات مجلس الوزراء أن ما تردد عن إحالة 1,000,000 موظف بالدولة للمعاش خلال 5 سنوات المقبلة لا يعني نية الحكومة اتخاذ إجراءات استثنائية، موضحا أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لديه قاعدة بيانات موظفي الدولة، وبالتالي أصبح من المعروف عدد الموظفين الذين سيحالون سنويا للمعاش لبلوغهم سن 60 عاما، وهو ما يقرب من 200,000 سنويا. إشادة دولية، فقد أشاد مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة بيتر فان جوي بالنهج التنموي السياسي الشامل الذي تتبناه مصر في المرحلة الأخيرة، مما جعل منها منبرا لممارسات جيدة وخبرات متراكمة، خاصة فيما يخص قضية عمل الأطفال، مشيرا إلى إمكانية تبادل مصر الخبرات والممارسات في هذا المجال مع كافة الدول العربية. قررت محكمة جناية السويس تأجيل محاكمة القاضي السابق طارق زكي ويوستينا مجدي وإسلام مصطفى المتهمين في قضية حيازة المخدرات إلى جلسة 5 فبراير. كان العقيد شريف الخولي رئيس مكتب مكافحة المخدرات بالسويس وسيناء قد قال خلال إدلائه بشهادته أمام المحكمة أن تاجر مخدرات يدعى أبو خالد كون تشكيلا عصابيا، واختار المتهم الأول كونه لديه حصانة قضائية، مشيرا إلى أن المتهمين نقلوا المخدرات من قبل أكثر من 3 مرات، وأن المتهمين الاثنين على علم بنقل المخدرات. هذا وتمكنت مباحث مطار شرم الشيخ الدولي من إحباط أكبر محاولة لتهريب المخدرات عبر منفذها الجوي، وذلك أثناء قيام أحد السائحين القادمين من مدينة كييف الأوكرانية لمحاولة تهريب كمية كبيرة من مخدر الكوكايين إلى داخل البلاد تصل إلى 7 كيلوغرام، أخفاها السائح الأوكراني في جيب سري داخل حقيبته. على جانب آخر، قضت محكمة جناية بورسعيد بالمؤبد لمحمد زكريا أمين حزب الحرية والعدالة المنحل ببورسعيد ومدير محطات كهرباء بالمحافظة وعشرة قيادات إخوانية أخرى في أحداث العنف التي دارت في حي الشرق والتي استعرضوا فيها القوة والعنف بالأسلحة النارية والخرطوش وشرعوا في قتل بعض المواطنين. نهاية النشرة، إلى اللقاء.